كتشوفوا هنايا قلنا الاوكاليبتوس، قلنا الدوم، وقلنا الدوم في داك حب الغاز، ولكن الله يجازيكم بخير هذا حب الغاز ملي نبغوا نجمعوه قلنا كتكون حشرات لاسعه، تقدر تكون عقارب حيه خنافس. كمثال هنا قدامنا واحد العش ديال الدبابير، اش كنسميوه حسن بالدارجه؟ الرزوز او الورزيز. او الورزيز خطير هذا، هذا لا بقى غار على شي واحد راه يقرصو راه يخلي فيه كدمات خطيره، ويقدر الله يستر ما لا تحمد عقبه. هاو هاو الرزوز، انا كنحاول نقرب ليه ولكن لا بقى تطاره جمع ليا صعيب الوقت. اذا هذا هو الرزوز وما كيعطي لا عسل لا والو، ماشي بحال النحل العادي، هذا كيديرها ما ياكل هو وكيتكاثر، ولكن غتكون عنده شي منفعه، اي حاجه خلق الله عند المنفعه. هذا خطير وكتكبر وناشف ما فيها لا عسل لا والو، فيها غير داكشي بحال الشمع. اذا سي عبد الرحمن شفتي الرزوز ولا ما شفتيه؟ اذا الانسان اجي تشوف الرزوز بعد منه، والتحت ديالو كاين هذاك حب الغاز، وربما هذا الرزوز كياكل منه. انا غنوريكم حب الغاز، هذا هو حب الغاز، هنا راه ربما تاكلوا الحيوانات لانه كيولي بحال كيولي معسل حلو. انا نوريكم واحد العنقود ديالو، هذا حب الغاز، وهذا راه كيبان لكم الصوره كتاكلوا هنا الحيوانات، هنا عايشه ارانب، عايشه ثعاليب، تقدر تلقى تعابيل كثير. انسان يرد البال على الاقل يدير قفازات ويدير نظارات على عيني لان الاشعه مدببه. ماذا هنا؟ راه كتكون واحد الطائر كيعيش تماك هكا حسن طرف هذا. إذا نشوفوا الطبيعة الخلابة تبارك الله، وكتطلع على رجليك تا المرتفع وكتنزل، رياضة كتلعب. جيب معاك غير الموكور غير حب الغاز، حب الغاز غسلو ولا دير ليه وبيلي تحيد عليه الغبار، وكتاكل حب الغاز اللي كانوا الأجداد ديالنا والآباء ديالنا. أنا الأب ديالي راه كيعاود ليا راه كان واحد الوقت ياكل غير حب الغاز. إذا هذا هو حب الغاز، تروى تروى في المغرب هذه. عنده فوائد كثيرة، شو كيشبه للنخلة سبحان الله. الله السي عبد الرحمن بقيتي الله وتخرج لك شي ثعلب تماك، زيد ها شي طائر غريب. هنا كاين واحد الطائر سبحان الله كيعيش هنا في داخل الدوم، شو لا صافي اختفى في الدوم، راه راه طار راه مشى ان شاء الله. تعال حسن حسن هنا واحد كمية لا بأس بها ديال حب الغاز، بسم الله ما شاء الله نحاول نصورها مع الشمس باش ما يبانش الظل. هذا هو حب الغاز كيما كتشوفوا، هاو ليكم هذا راه كيتكال وحلو، وهنا في هذا البراري كياكل فيه غير النمل، أحيانا الخنافس كيما شفتوا في واحد المقطع. إذا كيما شفتوا هاد حب الغاز اللي أمامنا تاني ها هو قريب، ها هو موجود بكثرة. يلا عبد الرحمن تعال تعال شوف سير نيشا تعال تعال يلا زيد يلا شد هذيك الطريقة، شوف هذيك المريرة هذيك المريرة وها نزل معاها يلا زيد السي عبد الرحمن. والانسان ديما يكون في الطبيعه تكون في يدو واحد العصا، العصا كتنفعو قدامو شي حشر ولا شي حاجه بالعصا، قدامو شي حاجه بغى يقلبها غاديش يقلب بيدو يقلب بالعصا. العصا راه عندها منافع كثيره خصوصا في الخرجات، يعني واحد المثال انا كلب عاقور شافك هاز العصا راه غادي يهرب منك، او لص او متشرد او ما شابه نسال الله السلامه وشاف العصا راه حاجه اخرى كيعاود يبرمج شنو غايدير. وهذا هو السكوم، واحد الوقت كيدير واحد كيخرج واحد البرعم الاسم ديالو غاب عليا، ربما سميتو الهيلوين او كذا، وكدار به واحد الطبخات لذيذه كيحضروا به واحد التحضيرات ديال الاكل عجيبه، وهذا هو السكوم. وهذا السكوم الجداد ديالنا قديما راه نسجوا عليه واحد القصص رائعه ومعروفه، هذيك القصه ديال الديب مع السكوم، الديب ملي اختفى تحت السكوم وكانت الامطار كتنزل، القصه معروفه. اذا هاد الدوم اش كيعطينا؟ كيعطينا حب الغاز او ما يسمى بثمار الدوم، او شي وحدين كيقولوا ليه الجماخ. اذا هذا هو الدوم، كاين اللي ما كيفرقوش بينه وبين النخله، ها هي النخله هذه النخله، راه البلاح والبلاح يتحول الى تمر، التمر اللي معروف الرطب. النخله عاليه باسقه، شو العلو ديالها
اما الدوم شوه قزامي، وهذا ما كاين الفرق بيناتهم. احنا جمعناهم ما بين النخلة، ها هي النخلة اللي ضخمة، وما بين الدوم.